فلما جاءت هند بنت عتبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقين ولا تزنين. فقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة؟ ما تزني الحرة، الزنا للإماء الحرائر، ما تزني، ما عرفنا بالزنا العربيات، كنا عفيفات حتى أيام الجاهلية لم يعرفنا بالزنا، وإنما اللاتي لهن رايات وعرفنا بالزنا هن الإماء، أما الحرائر لم يعرفنا بالزنا. قالت أو تزني الحرة؟ وفي رواية أنها قالت تموت الحرة ولا تأكل من ثديها، تموت الحرة ولا تأكل من ثديها. للأسف اليوم يعني نرى في مجتمعاتنا الإسلامية يعني لا أقول فشى لكن موجود الزنا من الحرائر والعياذ بالله، من أجل حفنة من المال أو شهوة أو غير ذلك والعياذ بالله.